السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غتشوفوا معايا الكسكسو ديال الدجاج البلدي بالتفايه وبالحمص. على بركه الله لهذه الوصفه كنحتاج الدجاج البلدي قياس اللي بغيتو. هو عندي البصله البيضاء، هنا جوج بصلات كبار ديال البصله البيضاء، راه مقطعتها هي رقيقه بحال ديال الدفايه. عندي هنا شويه الحمص، واحد المزيوده هكا ديال الحرور اختياريه، الماء باش نديرو لاصوص، قزبر معدنوس، ملح، زيت المائده مع زيت الزيتون مخلطين، الابزار، الخرقوم، السكينجبير. وهنا عندي واحد هاد الدمتي ديال الزعفران الحر، هادي كتجي زوينه في الدجاج. عندي غندير وحده ديال الزعفران الحر والملح بطبيعه الحال. هادشي اللي غادي نحتاج على بركه الله. في الطنجره انا درت اللحم ديالي، غادي نضيف ليه زيت المائده مع زيت الزيتون، الملح، هنا عندي ملعقه صغيره ديال الملح، وغادي ندير ملعقه صغيره ديال الابزار، ملعقه ديال الخرقوم البلدي، وملعقه ديال السكينجبير. وهذا هذا سميتو ديال الزعفران الحر، واحد دامتي ديال الزعفران الحر، والقزبر والمعدنوس راه ضفتهم. وغادي نضيف هاد البصله كلها اللي مشنفه. عندي هنا جوج بصلات كبار ديال اللي مشنفين هكا، البصله البيضاء. وغادي نضيف الحمص اللي مرطب عندي غير كان في المجمد. غادي نشحر هادشي شويه، عاد نضيف الماء ان شاء الله. من بعد ما تشحر ليا شويه اللحم، غادي نضيف ليه القياس ديال الماء هكا. غادي نهز هاد المزيوده هادي نديرها هكا شويه، وغادي نسد عليه الطنجره واحد 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه، وغادي نرجع باش نزيد ليه. ومن بعد ما تشحرات ليا واحد شويه وحليت على الطنجره، غنزيد ليها طرق الماء الكافي باش تكون عندي واحد الصوص ديال الكسكسو. صافي، غادي رحيت هذيك الفلفله الحاره باش ما تطرطق ليش في لاصوص. صافي، غادي نعاود نسد عليها باش تكمل الطياب ديالها ان شاء الله. بسم الله. بالنسبه للدفايه كنحتاج جوج بصلات كبار مشلضين، والقليل من الزبيب او معدل الماء 150 غرام ديال الزبيب البلدي، ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي شويه ديال السكينجبير وشويه ديال القرفه، هذا غير الدفايه، وشويه ديال زيت المائده. الكسكسو غنحتاج نص كيلو ديال الكسكسو الرقيق، وكاس كبير ديال الماء فيه شويه ديال الملحه، واحد الملعقه صغيره ديال الملحه، وغنحتاج شويه ديال الزيت. غادي نبداو بالكسكسو هو الاول، لحقاش عندنا لاصوص ما غتحتاج ليناش شي وقت كبير باش تطيب لينا، ما غاديش تكون فيها الخضره، يكون فيها غير الحمص واللحم ديال الدجاج. غنجي الكسكسو ندير عليه واحد الملعقتين كبيرتين ديال الزيت، وغادي نحاول نبسبسها كما غندخل الكسكسو مع الزيت. الكمية كتبقى لكم على حسب افراد الاسرة، نص كيلو كافينا. كنحاول ندخل هذيك الزيت كاملة في الكسكسو هكا حتى كتدخل. كنهز داك الماء اللي فيه الملحة وكنحاول ندير عليه وتنبسبس هاد الكسكسو حتى يدخلو هاد الماء والملحة. وغادي نفورو التفويرة الأولى فاش غادي ينشف ليا شوية، يشرب ليا شوية الماء، هاد الماء اللي درتو به، وعاد غادي نفورو ان شاء الله التفويره الاولى. على بركه الله في واحد الكاسرونه غادي ندير شويه الزيت المائده. بالنسبه للدفايه هادي غادي ندير البصل كله اللي عندي هنا، جوج بصلات كبار مشنفين. غندير شويه ديال القرفه، اي ما يعادل واحد الملعقه صغيره ديال القرفه هكا، وغنضيف ملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وغادي ندير سكر سنيده واحد الملعقه، ما غاديش نكثر الحلاوه نهائيا. هادشي كامل غادي نديه فوق العافيه، وغادي نخليه نبقى نحرك فيه واحد الملعقه خشبيه حتى تيتنسجم ليه هاد البصله كتهبط، و
وعاد كنشف هذا الزبيب من هذا الماء وكنضيفو على هذا البصله وكنعسلو بالعافيه مهيله. حتى تتعسل معنا هذه الدفايه كتجي هكا رائعه، راه ما كثرتش فيها السكر، درت فيها ملعقه واحده ديال السنيده صافي، وغتجي ان شاء الله مواتي مع هذا الماء. وها هو الكسكسو من بعد الفويره الاولى كنديرو هنا، كنرجعو من الكسكاس في هذا الاناء وكنرشو بشويه د الماء اللي بازل عندي في هذاك الكاس اللي فيه الملح والماء، كنحاول نحلو بواحد الملعقه خشبيه باش ما نتحرقوش باليدين كيكون سخون. كنبقى نرشو بالماء المالح على هذه الطريقه اللي باينه لكم واضحه، وكنحاول ندخل هذا الماء بهذيك الملعقه الخشبيه. الا كتقدروا تستعملوا يديكم مع واخا سخون شويه كما غندير انا، وغادي نحاول نحل هذا الكسكس بالماء والملحه، وراه الزيت درناها ليه ديجا في الاول مرحله ديالو صافي، حتى نحلو مزيان. وغادي نرجع في الكسكاس لمره ثانيه وغادي ندير نفس المرحله حتى في المره الثالثه ان شاء الله، وغتشوفوا معايا صافي. هذه هي المره الثالثه، درت نفس المرحله وهو والدفايه حتى هي قربت توجد صافي. وهو الشكل ديال الكسكس كيفاش كيجي، سقيتو بالمرق وزينتو بحطيت اللحم الوسط وزينتو بالدفايه، كيجي رائع وكنرفقوه بلاصوص ديالو. ايوا بالصحه والراحه، كنتمنى تجربوه ويعجبكم، كيجي لذيذ بزاف بزاف. الى عجبكم شاركوا في القناه وديروا لايك باش نزيدوا القدام ان شاء الله. خليت لكم الراحه الى فيديو قادم، سلامه.